أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة معالجة قضية الفساد الذي استشرى في كل قطاع، قائلا إن المعركة طويلة وشاقة، ولكن قدرنا أن ننتصر بإرادة الشعب. وفي خطاب عقب أداء أعضاء الحكومة القسم الدستوري، قال سعيد إنها لحظة تاريخية انتظرها الشعب التونسي بعد مخاض عسير. يحاول استمارة الزبائن بأسلوب جذاب. التونسي الهادي اليحمدي لم يثنه سنه المتقدم عن مواصلة عمله في بيع أوراق المسوقة الأكلة التقليدية التونسية، وذلك لتوفير مستلزمات أسرته، فما عادت أجرة تقاعده تكفيه كما يقول. كسائر التونسيين استفاق الهادي على مصادقة البرلمان على حكومة جديدة. 15 من أزواج الزازل بلاص 2000، وإن شاء الله مبروك علينا حكومتنا بالخير علينا وعلى الشعب التونسي، وإن شاء الله مرحلة سنة لا أحسن، وإن شاء الله يخدموا البلاد. مرسوقة تاجات دياري بالورقة. غلاء الأسعار الكابوس الذي يؤرق التونسيين تصدر أولويات خطاب رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ. في الشارع ألام وأمال، ترقب وخوف من المستقبل، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة الجديدة عن تحقيق تطلعاتهم والمحافظة على تمسكها السياسي. أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص. حتى وإن تصارعوا واختلفوا، فبالدستور وحده تحل الأزمات. انتهت أزمة تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، نالت ثقة البرلمان وأدى وزراؤها القسم الدستوري. أهم تحدٍ هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس وانسداد الأفاق أمام الجزء الأكبر هي المعركة التي يجب أن نخوضها معا. 4 أحزاب كبرى تكون الحزام السياسي للحكومة، وثلاثة آخرون يصطفون في المعارضة. تجاوزت حكومة الفخفاخ امتحان البرلمان، لكن طريقها لن يكون معبدا بالورود. هناك حالة عدم تجانس، ما في ذلك شك. هناك نجوم داخل هذه الحكومة، شخصيات سياسية قوية أقوى من رئيس الحكومة، وهذا يهدد أيضا في منهج عملها. هي الحكومة 11 منذ اندلاع الثورة، بمعدل حكومة في أقل من سنة. حكومة جديدة لا خيار أمامها إلا النجاح أو مواجهة مصير بعض الحكومات السابقة. وسام الدعاسي، العربي، تونس. ومعنا مراسلنا من تونس، مراسلتنا أميرة مهذب. أميرة، يعني كلمة الرئيس التونسي وكأنها تضع إطارا ضيقا واضحا وحادا لعمل حكومة الفخفاخ. التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، ثم محاربة الفساد. نعم كمال، كما تفضلت بالذكر، يعني محاربة الفساد هي أبرز مفهوم ركز عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم، عقب في الكلمة التي أداها عقب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الجديد إلياس الفخفاخ. إلياس الفخفاخ بدوره أيضا يعني من ضمن الأولويات الثمانية التي ذكرها في كلمة الأمس في الجلسة العامة لمنح الثقة، هي محاربة الفساد، إضافة إلى إيقاف التدين الخارجي وإنعاش الاقتصاد ومكافحة التهريب. يعني هذه المفاهيم التي يعني قالها إلياس الفخفاخ. التحديات عديدة، أبرزها اقتصادية واجتماعية، وحتى التحديات السياسية أيضا، نظرا أن الحكومة لم تتحصل على الحزام البرلماني الكافي والسند البرلماني الكافي، فهي حكومة تقريبا يعني الأضعف من عدد الأصوات منذ توالي الحكومات، منذ ثورة أو منذ عفوا ثورة 2011. إذن الطريق لن تكون سهلة أمام إلياس الفخفاخ. مكافحة الفساد هي يعني ربما كما ذكر قيس سعيد يعني يجب العمل عليها كأول تحد لهذه الحكومة. ومن خلال مكافحة الفساد أيضا توجه أعضاء هذه الحكومة إلى هيئة مكافحة الفساد عقب أداء اليمين الدستورية للتصريح بمكاسبهم كما يعني ينص عليه الدستور التونسي. إذن يعني أمام إلياس الفخفاخ بعد
أداء القسم الدستوري وأعضائه أيضا بعد أداء القسم الدستوري والتصريح بمكاسبهم تسلم السلطة غدا على الساعة تقريبا 10 بالتوقيت العالمي من يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال. أميرة مهذب مراسلتنا في تونس، شكرا جزيلا لك.